وصلنا. اها اعطوا العلم يا رجال. ايه ما معك شيء؟ انتم المجموعة اللي جاية من بعيد، كيف كانت التوصيلة؟ اتوقع انها كانت صعبة عليكم، بس ما عليكم، دواكم عندي الليلة. شوفوا من رجع لنا. ها انظرها. منك عشان تشيل اشياء انا. هذا الكلب يقدر يشم ريحتك وين ما كنت. من المؤكد انه مزعج، حاول تكتشفنا. كيف تعرف مكاننا يا ولد؟ اصبروا ثواني. وردة حلوة. هذا نفس النوع اللي خيرنا لتاجا. ايوه صح، سيلي بوسمز. طيب ممكن اطلب منك طلب بسيط؟ ممكن تاخذ هذه المذكرات معاك وين ما رحت؟ اكيد، بس هذا مو كل شيء. انا ابغاك ترسل لي رسالة على هذا الدفتر عشان نتواصل. أخيرا راح أقابلك. حطيت كل شيء ها؟ ما عليك، لا تشيل هم، وصل كل شيء بخير. أكيد أنت تعرف كل شيء، بس ما راح تسألني. إذا كذا لا تحشر نفسك. بالله إيش قالت لك بالضبط؟ ما راح تقول لي؟